السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا تحية كبيرة لكل مشاهدينا الكرام من خلال شاشتنا، شاشة قناة المحور، وكمان من مشاهدينا المتابعين صفحتي سواء مطبخ عظيمة بالعربي أو حتى الشيف عظيمة حمدي بالعربي. أنا بشكر حضراتكم، مرسي على تواصلكم، تطبيقاتكم الرائعة وصلتني وهنعرض منها النهاردة إن شاء الله، أسعدتني جدا. في مفاجأة في حلقة النهاردة مش هنوه عنها إلا قبلها على طول، أنا نوهت عليها على الصفحة، لكن أتمنى يا رب أنها تكون مفاجأة جميلة. وأنا أحد يعني الناس اللي قبل ما بتتعرض حاجة من خلال عموما شاشة المحور عندنا أو حتى من خلال برنامجي على الأخص، بكون حريصة جدا أنها تكون حاجة يعني تنول إعجاب حضراتكم، تكون حاجة على المستوى اللائق بيكم، أنها تكون فيها مصداقية وفيها كل ما هو يفيد حضراتكم من خلال أنكم تشوفونا وتعرفوا من خلالنا الحاجات الجديدة والحاجات المفيدة، ويكون فيها مصداقية. ده عندي بالنسبة لي نمرة واحد. فأنا أول واحدة الحقيقة سعيدة جدا بالمفاجأة اللي هتكون معايا النهاردة في حلقتنا، لأني ما صدقت زي ما بيقولوا كده إيه، ألاقي برودكت يخص الطبيعة ويخص الأعشاب الطبيعية ويخص ما هو طبيعي وخارج كل المكونات الصناعية والكيماوية. ونرجع شوية كده نسترجع حاجات زمان، لكن بروائح جميلة وبمنتجات فعالة، منتجات ملهاش سايد افكتس ولا ليها أي أعراض جانبية. أنا سعيدة جدا، مش هقول حاجة دلوقتي لكن هقولكم هنعمل إيه في حلقتنا، وهبدأ طبعا التنويه عن منتجنا الرائع اللي هيبقى معانا النهاردة في الحلقة بتاعتنا. عارفة أن حضراتكم بعتولي تساؤلات على الصفحة، أنا معاكم، لو حابين تبعتوا حاجة أنا هتواصل، يا رب بس تكون الشبكة بالنسبة لي كويسة، وفي الإعداد هيبلغوني، واتصالات حضراتكم أكيد في رقم كمان هتتواصلوا بيه من خلال المنتج بتاعنا هيكون نازل النهاردة، حاجات تخص الشعر والبشرة. بس عايزة أقول لكم كمان الأسعار بتاعتها كانت مفاجأة بالنسبة لي جدا، ودي حاجة أسعدتني أكتر. سعيدة قوي وبتمنى لهم التوفيق بجد من خلال برنامجي مطبخ عظيمة، لأنه المنتج ده يستحق الاحترام حقيقي بجد. بشكر القائمين عليه جدا وبشكرهم من خلال برنامجي، وهشكرهم تاني لما يكونوا متواجدين معايا النهاردة في حلقتنا في الفقرة التانية. ياريت تنتظرونا علشان ننوه عنه، لكن في البداية اسمحوا لي أحب أنوه عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. طبعا الصفحة دي أي حد بيدخل على البروجرام لسه أول مرة مش عارف صفحتي الشخصية بيبقى بيتواصل معنا من خلالها، كمان صفحتي الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعربي هتكونوا تقدروا تلاقوا عليها الطريقة، مش بس الوصفات الفيديو، احنا في الحمد لله تعاون بيننا وبين قناة المحور من خلال السوشيال ميديا، وبرضو بشكرهم شكرا جزيلا جدا على هذا يعني التعاون والاحترام من قبلهم جدا. واسمحوا لي في البداية أنوه الأول هنعمل إيه النهاردة، علشان احنا الأسبوع ده احنا اتفقنا إن احنا خرجنا من العيد، حاولنا نعمل أكلات لطيفة مختلفة، حاجات خفيفة، لكن هنعمل النهاردة تارت أو عجينة تارت لطيفة جدا. طيب صفحتنا اهي دي مطبخ عظيمة بالعربي، من خلال البروجرام بتاعنا بنقدم من خلال الحلقة أكتر من وصفة، الوصفة دي بتتقطع أكتر من على حسب الوصفات، علشان حضراتكم تدخلوا على الوصفة مباشرة دون أنكم تلجأوا تشوفوا الحلقة كاملة. كمان بناء على طلب حضراتكم احنا بنقدم الحلقة كاملة، علشان التهنئات اللي بتيجي من خلال برنامجنا حضراتكم بتحبوها، أو حتى لو في محادثة أو مداخلة من أي دكتور أو حاجة اتكلمنا عنها في البرنامج تحبوا ترجعوا لها تبقى موجودة في الأرشيف عندكم وترجعوا لها مرة تانية. في البداية أنا هقول لكم إنه هنعمل إيه. هنعمل عجينة التارت، طريقة سهلة ولطيفة. هنعمل التارت بتاعنا بالفواكه والكاسترد، فواكه الموسم الموجودة، بما إن بقى في بلح، وإحنا امبارح عملنا مربة البلح باللوز، وإحنا النهاردة كمان هنعمل التارت البلح بطريقة لطيفة، نعمل صوص كراميل كده ليه، وليه مليون طريقة، لكن في النهاية اسمحوا لي أقول أنا هعمله بطريقة لطيفة وبسيطة، وفي نفس الوقت تبقى ليها طعم وتيست حلو. طبعا في الاخر تختلف الطرق، ويعني احنا بنحاول اقدم افضلهم. هنعمل صنف لطيف قوي للاطفال سريع بس صحي، هنعمله من الشوكولاته الدارك،
هنعمله من المتكسرات الموجودة أو الفواكه المجففة في البيت زي الزبيب زي المشمشية، ممكن عندي شوية لوز شوية فستق شوية سوداني، نعمل منه كده كور من الشوكولاتة سريع قوي، بياخدش 5 دقايق بس بيبقى طعمه حلو، ان هما بياكلوا حاجة مفيدة جوه الشوكولاتة، بلس ان الشوكولاتة كمان خام، نسبة الكاكاو فيها 70% فهي صحية جدا. ابدأ بقى أقل شوية الشوكولاتات اللي فيها الخارجية اللي فيها نسبة بقى سكر وألبان كتيرة دي، ونستخدم الشوكولاتة الدارك لأن في مواصفات كتير قوي سهلة ونقدر نعملها لهم في البيت، حاجة كده يرقشوهم يتفرجوا على كرتون على التلفزيون سريعة. طيب خليني الأول أقول في البداية بسم الله ونقول عجينة التارت معانا إيه. عندي عجينة التارت هي عبارة عن 220 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، عندي 3 من صفار البيض، 3 صفار بيضة، كوباية من السكر البودرة، فانيليا، وثلاث كوبايات من الدقيق. تاني، عجينة التارت هي 220 جرام من الزبدة، 200 جرام يعملوا كوباية زبدة، يعني كوباية ومثلا ومعلقتين كبار تحديدا يعني. عندي 3 صفار بيضة، كوباية من السكر البودرة، وفانيليا، وثلاث كوبايات من الدقيق. دي عجينة التارت. طيب نقول بقى حشو الاثنين الكاسترد والبلح. نقول الاول حشو الكاسترد، احنا عملنا منه جزء امبارح لكن في اضافة بسيطة ليه النهاردة. الكاسترد هو عبارة عن كوبايتين من اللبن، عندي فانيليا وكوباية من الكريمة، نص كوباية من السكر، 2 صفار بيضة مع 3 معالق كبار من النشا، تاني كوبايتين من اللبن، فانيليا، كوباية من الكريمة، نص كوباية من السكر، 2 صفار بيضة، 3 معالق كبار من النشا كورن فلاور. طبعا عندي فواكه الموسم، بما انه فواكه اللي يعجب حضراتكم، عندنا عنب وعندنا خوخ وعندنا كيوي وعندنا تفاح وعندنا اناناس وعندنا اللي حضراتكم تحبوا تحطوا، ممكن نحط شويه بلح، يعني اعملوا اللي انتم عاوزينه، دي حاجه ترجع لكم. عندي شويه مربى مشمش للتلميع، ودول هقول لكم نستخدمهم مكان الجيلي التلميع البارد او السخن، اتكلمنا عنه قبل كده، وممكن يحل محلها كمان معلقتين من الجيلي، اي نوع جيلي عندي في البيت باودر، هحط عليه شويه ميه سخنه وعلى النار، واخد بالفرشه وابدا ألمع الفاكهة بتاعتي فوق التارت، وده اللي بيحافظ على فاكهتي ما تتبلش، وتبقى بيها اللمعة الحلوة، تقعد أكتر وقت ممكن في التلاجة عشان تستمتعوا بيه. هيا نقول الأول هنعمل إيه في المقادير. أنا هاخد الزبدة، وهاخد السكر البودرة، وهخلي صفار البيض ده في الآخر هفصلهم دلوقتي وأنا مع حضراتكم. بسم الله، أدي كمية الزبدة كده، نقطع بس دي كده اكسرها شويه صغننين. اوكي كده تطبيقات، طبعا مش قادره اقول لكم، الحمام وصل والممبار وصل والجاتو شاتو والحاجات الحلوه اللي حضراتكم عملتوها، مش قادره اقول لكم يعني اسعدتني ازاي. طيب كده، وبعدين هضيف قطعه هنا كده، هضيف بقى سكر البودره. بسم الله، بسم الله، ضربتين كده يبقى خليط بس كريمي. هبدا بقى اضيف صفار البيض. بصوا بقى بدات ازاي اهي. خليني بقى دلوقتي افصل البيض، اخد بقى الثلاثه صفار بيض، البياض ما ترموهوش، دايما اقول لما نفك البيض سواء هناخد الصفار او البياض بلاش ان احنا نلجا ان احنا نرميه، هاخده في كيس ثلاجه واقفله واحطه في الفريزر، هينفعني في مارينج، هينفعني في وصفات ثانيه للاطفال، هينفعني ادهن بيه وش البرازق زي ما احنا عملنا قبل كده في حلقه من يعني الحلقتين اللي فاتوا، علشان استفيد منه، ما ينفعش يترمي، اول ما بيطلع من الفريزر واسيبه بيرجع فريش كاني لسه شايلاه حالا. طيب هاخد بوله ثانيه كده، هاخد الصفار هنا، بسم الله، بسم الله. في ناس بتحب تحط بيض كامل، بس في الحاله دي ممكن تحطي بيضتين بس كاملين، مفيش مشكله يعني. بسم الله، اوكي. واتفقنا برضو ان الصفار لما اخد بياض مع الصفار مفيش فيه مشكله، لكن لو خدت من الصفار جوه البياض يبقى البياض عندي باظ لو هعمله مرنج، ما ينفعش. فنراعي قوي النقطه دي، انا هشيلهم هنا عشان يبقى نحطهم في كيس ثلاجه يتشالوا في الفريزر. هاخد بقى البيض، وعندي هنا الفانيليا، ابدا بقى اضرب كده في الكبه تاني، وانزل بيضه، ايه بيضه، صفار بيضه بيضه. بسم الله،
كده كده، وبعدين اخد الفانيليا. لو عندنا فانيليا سايله مفيش مشكله، اخد معلقه صغيره عادي جدا. نبدا بقى نشوف الدقيق، هي عجينه لطيفه جدا. ننزل شويه شويه من الدقيق مفيش مانع. مهم قوي في عجينه التارت انها تسقع شويه علشان اعرف افردها يعني تتماسك في الثلاجه، تبرد على الاقل نص ساعه. لسه حط بس الباقيين دول ونضربهم. دول 3 كوبايات من الدقيق، عجينه لطيفه قوي. ونقدر بقى على فكره كمان التارت ده، عايز اقول لحضراتكم حاجه، لو مش عايزين حتى تحشوه دلوقتي هنعمله في قوالب التارت الصغيره زي البسكوت. عارفين فكره البسكوت، نحطه كده في علبه في الثلاجه وهو ساده كده بعد ما يدخل الفرن ونسويه. يا سلام، يتحط في علبه في الثلاجه ازاز ويتشال، واي وقت الولاد عايزين حاجه اطلع التارتايه احط شويه مربى، شويه شوكولاته، شويه كاسترد، شويه اي حاجه عندي ممكن ياكلوه ساده. يعني اقصد ان هو في النهايه يستخدم كنوع من انواع البسكوت، لطيف جدا، ومش شرط ان انا احشيه في نفس اللحظه، انا ممكن احتفظ بيه وهو بسكوت عادي جدا جدا. بسم الله. حرك بس العجينه كده شويه هنا كده كده كده. لازم العجينه اقلبها بس كويس، اطلع الزبده اللي تحت دي عشان يختلط الدقيق بيها كلها، وبعدين هطلعها اوريها لحضراتكم دلوقتي. المفروض ان هي تجمد شويه في الثلاجه نص ساعه جوه الكلانفل، وبعدين ابدا اشتغل فيها. بس ايه اعدل اللي. بسم الله. خليني بقى اطلعها اعملها بايدي واخد بوله. بسم الله. ها نشف بقى البوله دي كده شويه. ها هلبس الجلاف، اجمع بس والم العجينه بايدي اطلعها من الكبه، وبعدين البس دول كده موسع. ها وبعدين نشوف هنعمل ايه. بسم الله كده بقى، واجهز الكلينفل. خليني بقى افتح ده كده ونشيل السن ده، ناخد بقى العجينه الحلوه دي اهي. ها افضي بقى هنا. ألمها بس، عايزة ألمها. ده. إيه؟ وهبدأ بقى أحطها في البلاستيك التغليف علشان أنا عايزة أجمعها، مش عايزة أعجنها ولا حاجة. خلاص؟ هي عجينة حساسة قوي من النوع اللي بيتشقق، بس إحنا هنتعامل معها بمرونة يعني، بس هي من العجائن اللي طعمها حلو حقيقي يعني. أنا جربت عجائن طارت كتير، اكتر عجينه بحب اشتغل عليها واكتر عجينه حبيت اقولها لحضراتكم. في عجائن تانية هنعملها، بس اقصد انا حبيت ابدا بافضلهم. خليني بقى ايه اخد البلاستيك التغليف كده، اخد منه شويه افتح كده عشان انا عايزه احطه جواها واسيبه نص ساعه في الثلاجه تتماسك كده. بسم الله. عجينة رائعة اهي. خلاص هبدأ بقى اقفل عليها الكلامفل كده هنا، وبعدين هاخدها احطها في التلاجة في نفس البولة
اهو كده هتبقى، وهسيبها بقى هنا هحطها تسقع علشان ابدا اتعامل معاها وافردها تساعدني كتير. وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بسم الله هشيل بس دي في جنب هنا الاول، وبعدين ننظف كده مكان العجينه، وبعد كده نبدا بقى نشوف القالب. بصوا بقى انا مثلا عندي اهو، هاخد ده برده جنبي عشان اقول لحضراتكم انا هعمل ايه في عجينه التارت. هنفترض ان انا ما عنديش الصينيه الخاصه بالتارت، انا هوريكم برده شكلها. في منها بيبقى القوالب دي السيراميك اللي هي اللي زي دي، خلاص اللي بيبقى ليها راوندد كده الشكل ده، وفي منها القالب اللي هو الالومنيوم او الستانلس اللي بيترفع زي بتاعه التشيز، زي القوالب اللي هي بتاعه التشيز كيك، بس دي مش بتتفك، بيطلع لتحت القاعده منفصله عن الجوانب، وده برده شغال. بس في الحاله دي قبل ما هحط فيه التارت لازم اخلي جوانب التارت عاليه شويه، علشان في الستانلس او في الالومنيوم لو حطيت قالب التارت على القد بيخس شويه بينزل، فتعرفي تفكيه بعيدا عنه، تدهن زبده قبل ما يتحط بس الجناب مش تحت، الجناب خلاص. الصينيه بقى نرجع لكم، الكميه هي ليها ارتفاع واحد عجينه التارت، يعني دي اعتقد دي 2 سنتي، ارتفاع 2 سنتي او 2 سنتي ونص مثلا، في ثانيه بتبقى حوالي 2 سنتي بس اقل من دي شويه، اقل من الارتفاع ده. في النهايه الاختيار لحضراتكم. طب انا ما عنديش خالص، عارفين صواني البسبوسه مش هتقول لا يعني، اهو عملت فيها واحدة هوريها برضو لحضراتكم، يعني في الاخر اللي موجود في البيت نشتغل بيه، ما عنديش فيه مشكلة خالص. اهو ادي صينية البسبوسة اللي عملنا بيها قالب التارت ده، ما قالتش لا، وشكله لطيف برضو، يعني في النهاية ده موجود، ده موجود، خير وبركة ونشتغل ما فيش اي مشاكل خالص. هاخد بس شوكة جنبي كده. عندي هنا في عجينة اهي انا بس مسقعاها، وبقى السقعه دي تبقى لطيفه ازاي، تغمق شويه كده. بصوا دي سقعت، بصوا بقى بدات، عايزه بس افردها شويه، عايزه اوسع لنفسي ان انا افردها، او خليني خلاص اسكنها على طول كده في الصينيه بين ورقتين زبده ولا حاجه، هي المهم انها تتفرد. انا عايزه بس اوسع لنفسي هنا، هشيل ده كده في جنب، وهياخد النشابه، وخليني ايه افردها جنب حضراتكم كده في الحته الصغنطوسه دي كده هنا، علشان ايه نشتغل فيها. عندي رشه دقيق خفيفه كده هنا، رشه كده، وعلى المردنه كده كده، هبدا بقى افرد فيها، وايه وخلوني انا هفرد فيها لحد ما حضراتكم نطلع فاصل اللي انتوا عايزينه. عايزين نطلع فاصل نطلع، وانا هحاول. بصوا بقى بسيسها ازاي، انا بس عايزه حضرتك تشوفوا انا بسيسها ازاي اهي كده عشان ما تتكسرش. هي رقيقه وبتتكسر، بس احنا شويه شويه كده خلاص لحد ما توصل للحجم او المسافه اللي احنا الارتفاع والسماكه اللي احنا عايزينها. طيب ناخد بقى فاصل، انا هبدا افرد ده فاصل، نرجع من الفاصل نفردها ونبدا نقول هنعمل ايه تاني. فاصل ومستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه بعد الفاصل مع مفاجاتنا الجميله. طبعا احنا هنعمل حاجات حلوه النهارده، وعاملين تارت وحاجات حلوه زي ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده في الاستوديو معايا لاول مره في مطبخ عظيمه. هتكلمنا عن البراند اللي احنا اتفقنا ان احنا نوهنا عنه على صفحتنا مطبخ عظيمه بالعربي، وكمان الشيف عظيمه حمدي بالعربي، وكمان هتعرفوا دلوقتي من خلال صفحه البرودكت نفسه، او البرودكت نزل معانا النهارده اورا، هو خاص بالمنتجات الطبيعيه 100%، منتج كمان واخد الايزو. انا مش قادره اقول لكم انا متحمسه للمنتج ازاي، انا كانسانه بعيدا عن الميديا وبعيدا عن اي حاجه. دي صفحه اورا،
اللي انتوا حابين تدخلوا وتتواصلوا وتعرفوا منتجاته كلها عن ايه، بيتكلم عن ايه، كل منتجاته طبيعيه 100% من الاعشاب الطبيعيه. هنتكلم مع ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده اكيد في الاستوديو، وهنعرف وصفات الرائعه، وهنعرف فكره البرودكت جت منين وازاي اتنفذت، والبرودكت ده عباره عن ايه. كل ده هنعرفه من خلال فقرتنا دلوقتي. خليني الاول ارحب بضيفتي الجميله اللي منوراني النهارده، الاستاذه امنيه طاهر، هي خبيره التجميل والعنايه بالبشره والشعر. منوراني امنيه حبيبه قلبي بجد. اهلا يا عبيبه، ازيك؟ اهلا بيكي، مبسوطه ان انا معاكي النهارده. حبيبتي انا اكتر بجد والله، وسعيده اولا ان حد يعني واجهه للبرودكت الجميل ده. يعني انتي جايه لنا فكره حلوه اسعدتني جدا. انا كانسانه عندي شغف اني اعرف الموضوع ايه، علشان كمان مشاهدين الكرام اللي شايفونا من خلال شاشه المحور يعرفوا معانا ويبداوا يتواصلوا من خلال البرودكت الجميل ده. هي الحقيقه حلقه مميزه ليا انا كمان النهارده، لان انا يمكن طلعت كتير بس دي اول حلقه بعد براند اورا منازل، فطبعا دي حلقه بالنسبه لي طبعا مميزه جدا. بالتوفيق يعني. طبعا بالتوفيق بجد. الاول هسالك لانه لفت نظري كلمه اورا، الاسم ممكن اعرف نقول بقى لمشاهدينا معنى الاسم الاول. اورا ناتشرال سيكريت، هي هاله مضيئه من اسرار الطبيعه. حلو ده. فاحنا منتجاتنا كلها من اسرار الطبيعه، كلها حاجات طبيعيه. حلو قوي. منتجات شركتنا اساسا شركه تجميل طبيعيه 100% لتجميل كل ما يخص المراه من شعر وبشره. الميزه بقى كمان ان احنا مش بس مراه، يعني احنا منتجاتنا تنفع للرجاله، وكمان عاملين منتجات هتبقى للاطفال من كل حاجه، شامبوهات. يعني المنتجات دي تنفع رجاله وستات. رجاله ستات واطفال، يعني دي حاجات عنايه. طبعا هذا مش كل المنتجات نزلت، في حاجات لسه في اكيد خط بالتوفيق الانتاج. طبعا بالتوفيق. لكن الحاجات اللي موجوده معانا كلها بتنفع الاطفال، وحاجات تنفع الرجاله كمان والستات، ما عشان ننسى الرجاله برده. لا ما طبعا ده مهم قوي. حته الجمال يعني. لا طبعا ما نقدرش. لكن احنا بنهتم بكل حاجه، يعني كل ما يخص الجمال بالنسبه للرجاله وبالنسبه للستات. طب انا عايزاكي تقولي الفكره، قولي لي الاول الفكره ايه، وايه موضوع الاعشاب الطبيعيه، وايه يعني اصل دي بالنسبه لي طفره. انا هقول احنا مفتقدين الموضوع ده جدا. بس هقول اول حاجه الحمد لله منتجاتنا، قولي لي وانا هشتغل جنبك على خفيف. منتجاتنا حاصله على تصريح من وزاره الصحه. كمان هي معايير بتناسب معايير الصحه العالميه. كمان المصانع اللي احنا، وده فخر ليا جدا، المصانع اللي احنا مصنع فيها حاصله على الايزو، هي مصانع بتصدر لدول العالم كلها بس مصريه. مصريه. وانا بفتخر جدا البراند ده براند مصري، كان دي امنيه حياتي ان احنا نعمل حاجه كبيره جدا تبقى عالم براند عالمي، لكن يكون من مصر. سعيده والله بيكي، فخوره حقيقي. والله بصي انا، احنا بنسمع عن براندات وطبعا في ماركات وفي حركات، ومهما بيغلى سعر البرودكت الا انه دايما داخله مواد صناعيه ومواد كيماويه، وكلنا بنخاف وكلنا بنقنن. ومش معنى ان الميك اب ده ماركه وبراند يعني خلاص احط منه مدى حياتي. عندنا أكيد لا. عندنا الفكره دي شويه، ان هي لو حاجه من بره مستورده فهي تبقى اكيد انا واثقه فيها مليون في الميه. لا انا كان نفسي ان انا الفكره تختلف. ان لا احنا مصر هنا عندنا ممكن نعمل حاجات قويه جدا، وعندنا فعلا مصانع كبيره جدا، وعندنا منتجات نقدر نعمل بيها، وعندنا ناس شاطرين جدا ما شاء الله انهم يفعلوا أكيد. حاجه زي دي، ده الاهم على فكره. بحييكي طبعا جدا. كلمينا طبعا عن المنتج بقى، قولي لنا بقى ايه هي انواع المنتج، يعني انتوا عملتوا منه ايه ويخص ايه بقى. بصي المنتجات، منتجات اورا احنا عندنا زيوت البيور كلها، زيوت النقيه، عندنا منها انواع كتير جدا اللي هي الزيوت اللي بتعالج اي مشاكل بشره وشعر. تمام. طبعا عندنا زيوت اقوى زيوت عاملينها ان شاء الله في مصر، هتعمل يعني حل نهائي جدا جدا في مشاكل الشعر. عندنا زيت دهن التعبان وزيت خلطه السبع زيوت، دي من اقوى زيوت. وانا بتحدى ان يكون أعرف. لا قولي لي بقى، انا هبقى معاكي اهو، بس قولي لي بقى يعني بصي احنا هنتكلم بقى زيوت، عايزه اعرف بقى بتفاصيل عن زيت دهن التعبان. زيت دهن التعبان من الحاجات اللي يعتبر من اقوى الحاجات الطبيعيه على مستوى العالم، بتعالج مشاكل الشعر. مشاكل الشعر طبعا معروف بنعاني منها حوالي 99% كلنا، من كلنا تقريبا عندنا، من تساقط، من ضعف، من ممكن صلع، ثعلبه، بسبب العوامل اللي ممكن يعني تاثر. ممكن يصلح على لو حد عنده بيعالج ان شاء الله كل حاجه. بس انا عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا، ان الحاجات الطبيعيه بتحتاج فتره طويله شويه، يعني ده كورس ان احنا بنمشي عليه لمده 3 شهور. كنت لسه هسالك. مينيمم لازم نستكمله، لازم نكمل الكورس. ما ينفعش ان انا استخدم حاجه من اول مره واقول هي ما عملتش معايا نتيجه. هو ده طبعا مش هيلاقي نتيجه من اول مره. يعني من اول مره بتستخدمه هتلاقي نتيجه قويه جدا، هتلاقي فرق جدا في الشعر، ناعم جدا، بيلمع، التقصف تماما اختفى، لانه هو بيغلف الشعرايه من الاول للاخر، فبيخلي سمكها اتخن.
مش بتتعرض للكسر بطريقه اسرع زي الطبيعي. انا عارفه ان انت في منتجات كتير حتى من الوصفات اللي بتعمليها انت بتجربيها على نفسك. لا ده هي اتجربت بقالها كتير يعني. هو البراند جديد لكن ده الحاجات دي كلها اتجربت. كمان كل المشرفين على المنتجات دي كلها اطباء متخصصين. هو ده بقى. فطبعا هي ان شاء الله اعلى جوده جدا، مش هنلاقي اعلى من كده. وانا بتحدى ان يكون المنتجات دي هنلاقي زيها هنا في يعني عموما في مصر. انا واثقه وانا اول واحده متحمسه للفكره جدا. لا هي هتعجبك جدا، جربيها عظيمه هتعجبك اكيد والله. وانا عايزه بس اسالك على حاجه في البدايه. اولا المنتج هيبقى احنا فيه طبعا ارقام هتنزل، هنعيد تاني نشوف الصفحه بتاعه اورا علشان الناس كلها اللي ما تعرفش تشوف. لكن عايزه اعرف الاسعار يعني سريعا كده، احنا في البادجت بتاعتنا يعني احنا نقدر اي حد ولا احكي لي برضه. كل حاجه التجميل تقريبا احنا بنشتكي دلوقتي الست كتير جدا مش تعرف تجيب حاجات التجميل انها غاليه جدا. وانا دايما بقول ان مفيش ست مش جميله، لكن هي في ست مش بتعرف امكانياتها، ممكن مش عارفه تهتم بجمالها ازاي. صح. وفي ست مش عارفه ايه حاجات في عالم التجميل. احنا سهلنا عليهم الموضوع جدا انها كلها حاجات بسيطه من قلب البيت، كلها حاجات سهله. نوع زيت واحد هيبقى فيه كل المكونات اللي شعرك محتاجها هتستخدميه، هتستخدمها من اورا ان شاء الله. لا ان شاء الله انا واثقه. طب كلمينا بقى بوسي الاسعار كمان. الأسعار. عايزه اقول لك الاسعار كلها بسيطه جدا، حسب كلها يعني مش مختلفه نهائي عن الاسعار اللي في يعني مصر. يعني بنات الجامعه مثلا اللي يقدروا يشتروا عادي. كل البنات الصغيرين تقدر تشتري. الاسعار كلها حلوه كويس. جدا جدا قليله جدا مش كتير. على جوده يعني على الجوده بتاعه الخامه والجوده بتاعه. طب سؤال بتوصل في المحافظات، الناس اللي في المحافظات عشان لو بيشوفونا وحابين يطلبوا المنتج من خلال في يعني في امكانيه ان احنا نوصل لهم. احنا دلوقتي التوصيل على يطلبوا من على صفحتنا على الفيسبوك اورا ناتشرال سيكريت. يطلبوا الاوردر وهيوصل لهم. صفحتنا موجوده على الـ على الـ على الشاشه لمشاهدينا الكرام اللي حابب يعرف عن منتجنا اورا. منتجات احنا اتفقنا على حاجات العنايه بالشعر والبشره وهي طبيعيه 100%. ادخلوا شوفوا الصفحه وبصوا على البرودكت وخدوا فكره عنه. دي صفحه اورا. ابداوا كده ادخلوا واقروا وشوفوا وابعتوا لي الكومنتس يا ريت، ويعني اعرف اراء حضراتكم في الموضوع. احنا كمان على صفحتنا هنكون في على طول بوستات عن العنايه بالبشره والشعر، وانا هبقى معاهم على طول. اي حد عنده مشكله عن بشره يسأل بشرته او شعر وانا هرد عليه بنفسي. كلمنا على البيت وهرد عليه بنفسي. كويس. التوصيل دلوقتي اونلاين لكن قريب جدا هيكون في كل فروع ان شاء الله في كل محافظات مصر. هتكون في فروع وهيكون في كمان توصيل لخارج مصر باذن الله. هما تقريبا كام برودكت يعني كام نوع يعني زيوت شعر مثلا وكريمات للبشره؟ احنا عندنا بالنسبه للشعر الزيوت اللي انا قلت لك عليها، بالنسبه للبشره هيكون عندنا منتجات كل حاجه للبشره، تفتيح، هالات سوداء، مقاومه تجاعيد، كريمات تفتيح بالكافيار معانا. يعني عرفينا بقى انت من البرودكت اللي موجوده. قول لنا ده جل الصبار. ده جل الصبار اللي في وده زيت ورد، ده بيستخدم اللي لونه بينك ده. الاحمر ده زيت ورد، ده طبيعي زيت ورد اصلي. والكريم ده كريم تقريبا ده كافيار. كافيار كريم تفتيح بالكافيار مش باين ده تفتيح. كريم تفتيح بالكافيار. هيكون عندنا كل الكريمات اللي ممكن ما فيش واحده عندها مشكله في بشرتها مش هتلاقي الكريم ده. برضو جل صبار. جل صبار ده لايه؟ للبشره ولا جل صبار ده للحبوب والمسام الواسعه؟ حلو جدا بالليل ترطيب البشره. ده حلو قوي. انا شايفه ان في بنات كتير قوي تستمتع بالموضوع ده. والبرودكت ده اللي هو دي زيوت الطبيعيه. الزيوت البيور كلها موجوده عندنا. اي نوع تقريبا نوعيه الزيوت ايه هي؟ زيت جوز هند، لوز حلو، جنين قمح، زيت سمسم، زيت الارجان مغربي، زيت زيت الثوم وزيت البصل، زيت الخروع، كل الزيوت اللي ممكن تفيد الشعر والبشره كلها موجوده. والكريمات وكمان دلوقتي خط الانتاج شغال بقى. الشامبوهات ان شاء الله طالعه قريب، السكرابات، مجموعه كمان شامبوهات ومعانا دي للأطفال. دي زيت تقريبا صح؟ دي خلطه تبع زيوت، دي لعلاج الصلع الوراثي والشعر والفراغات الشعر والشعر اللي مش بيطول. يعني مثلا زيت دهن وليه. طب بس بدون قبل ما ابدا اتكلم على دهن التعبان عشان عارفه ان الموضوع ده مهم قوي. عايزه اعرف الكورس بتاع الزيوت للشعر
تحديدا ياخد وقت قد ايه؟ بصي احنا بنتكلم من اول شهر هتلاقي نتيجه. كويس. يعني مثلا زيت دهن التعبان قبل ما تستخدميه قيسي طول شعرك. كويس. بمنتج اورا قيسي طول شعرك، وبعد ما تستخدميه بشهر قيسي طول شعرك. كويس. هيزيد جدا على المعدل الطبيعي لشعرك. حلو. ليه بقول لشعرك؟ لان كل بنت بيفرق نسبه طول شعرها عن الثانيه، يعني ممكن شعرك يكون بيطول بسرعه جدا. تمام. شعرك بيطول اكتر. لا وبيرجع للنمو كمان والاكل، طريقه الاكل بيرجع نفسها. بيرجع لحاجات كتير جدا، فانا بقول عشان كده معدل طبيعه شعرك. تمام. لكن هتلاقي فرق كبير جدا بعد الشعر، بيزيد كثافه الشعر بشكل ملحوظ قوي، يعني مجرد شهر ما من استخدامه هتبتدي تلاقي منابت الشعر ابتدت تنبت. تنبت. شعر جديد. فهو كمان بيغلف الشعرايه جدا، قلنا بيعمل والدقن الرجاله حلوه جدا، يعني في رجاله عندها دقنها خفيفه شويه بتبقى محتاجه انها تغذي. ده كلام كبير جدا. فكمان عملنا لهم زيت دهن التعبان. انا عايزاكي تكلميني اولا عنه، عن فوائده للشعر، قولي لي استخدامه هيبقى ازاي، فتره قد ايه، كلميني بقى عن فوائده وازاي نعرف نستخدمه. تمام. للناس اللي ما تعرفش مكوناته كمان ايه. هنتكلم، انا هدخل ده الفرن وجاي لك. اتفضلي براحتك. انا ما عملتش حاجه في التارت غير اني عملته بالشوكه بس، وحطيت عليه ورقه زبده واي حاجه تقيله من فوق عشان ما يطلعش، ياخد بس الشيب اللي هو فيه القاعده بتاعه التارت. هدخله الفرن واكمل حالا كلامي معاكي. قولي لي حبيبتي اتفضلي. زيت دهن التعبان احنا نعمل منه النهارده خلطتين حلوين جدا. يمكن اول مشكله للشعر الابيض، ودايما بقول ان مشكله الشعر الابيض مش دايما للبنات، مش للستات الكبيره. لا طبعا، يعني مشكله الشعر الابيض في ناس صغيره كتير جدا بتعاني من ظهور الشعر الابيض. صحيح. ده بيبقى بسبب احنا بنسميه نقص في تغذيه الشعر. صحيح. ونقص في المواد المؤكسده اللي بتغلف الشعرايه وبتحميها من العوامل الخارجيه. زيت دهن التعبان بيغلف لي شعرايه، فبيديني ويزود عندي نسبه المضادات مضادات الاكسده اللي بتحمي الشعرايه. يعني ممكن فعلا لو حد عنده شعر ابيض يقل جدا. يقل طبعا مع الوقت. اصلي ممكن يكون سبب رئيسي عندي ان انا ما عنديش تغذيه كويسه، وعندي ضعف في بصيلات الشعر. الشعرايه مش متغذيه من بره او من جوه، فانا من بره خارجيا زيت دهن التعبان ده. لا، وفي ناس بتصبغ كتير جدا جدا جدا، الصبغه مع الوقت بتاثر برضه، بتقلل حتى للناس اللي بتصبغ. يقلل كتير جدا، يقلل كتير جدا. فهنقول الوصفه بسرعه. هيستخدموا زيت دهن التعبان. عرفينا بقى شكل المنتج عشان الناس برضه. انا بس عايزه اقول حاجه كمان مهمه جدا، ازاي اقدر افرق بين دهن التعبان الاصلي وزيت دهن التعبان اللي مش اصلي. طبعا. لان ده شركات كتير جدا ابتدت تطلع منتجات زي دي ويبيعوها، وساعات بيبقى عند العطارين، وفي ناس حرام بتشتري، بيبقى بتقول لي انا جبت وجربت كتير جدا وما عملش حاجه. المهم ان هو يكون من مكان محترم، ممكن يكون اورا، فهيفرق معاهم جدا. مفيش كلام خلاص. ثلاث حاجات بالظبط انا ممكن افرق بيهم المغشوش عن الاصلي، هو لونه وريحته وسمكه. لونه هو بني غامق مايل للحمار شويه، يعني مدي على احمر، مش احمر صريح. في اللي مايل للحمار. اوكي. في دهن تعبان كتير جدا بنلاقيه احمر. وري هنا يعني تاني، معلش بعد اذنك. بيبقى لونه بني محمر شويه. ده اول حاجه. ريحته بقى بتبقى ايه؟ ريحته حلوه جدا. زي ريحته مش ملوش علاقه خالص ان هو دهن التعبان فريحته، لا ريحته مش نفاذه وحشه، حلوه جدا. كويس. سمكه ما بين التقيل والخفيف، مش دهني زياده عن اللزوم ومش خفيف قوي. فهمت. لو مغشوش مش هيعرفوا يظبطوا السمك بتاعه. ما تورينا سمكه كده على ايه نبقى عارفين برضو، عشان الناس اللي مش عارفه برضو تبقى يعني تشتريه تبقى شايفه كده. وانا اجيب لك منديل. انت ممكن بقى تيجي تشميه عظيمه، هتعرفي حلوه جدا. لان انا بصراحه تيجي كده. اوكي. هو لزج سنه خف يعني خفيف. هو مش تحسي ان هو مش خفيف ومش تقيل، مش تقيل قوي. ملوش ريحه نفاذه. ريحته حلوه. يعني مش مش مضايقني في ريحته، يعني تقريبا ملوش ريحه ظاهره قويه نفاذه يعني. لا خالص. احنا ممكن طبعا نستخدمه لوحده، في سواء اطفال صغيرين او انا حد كبير او جوزي، مفيش مشكله. بجد؟ يعني ينفع الاستخدام بقى مهمه جدا. ايه بقى ازاي؟ الزيوت الطبيعيه عموما، انا ما ينفعش استخدم الزيوت الطبيعيه على شعر مش نظيف. يعني مثلا ما ينفعش انا شعري دهني جدا وبتدي يفرز نسبه الدهون عاليه جدا في وقت قليل. تمام. فما ينفعش ان انا وانا شعري مش نظيف اجي احط الزيت، مش هيديني البصيلات مش هتمتص طبعا. الزيت طبعا اكيد. فلازم يا اما اغسل شعري قبل ما احط الزيت كويس يعني جدا، يعني شعر نظيف تمام، شعر لازم نستخدم شعر نظيف تمام، او اكون مثلا وانا شعري جاف غسلاه قبلها بيوم وهو ما فيهوش زيوت، يعني امسك شعرايه ما يكونش فيها زيوت. حلو الكلام. بنغلف بفروه الراس ونغلف الشعرايه كلها. تمام. مينيمم 4 ساعات لـ6 ساعات. من 4 لـ6 ساعات. من 4 ساعات. يقعد على الشعر يقعد على الشعرايه مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع وبعدين اغسله. حلو. ممنوع تماما ان حد يقول ده زيت، فانا بعد الشاور
احط لاولادي زيت او احط ما احطش بعده حاجه بقى خلاص لا يعني خلاص ان انا بعد ما اخلص احط البلسم او الكونديشنر يعني او الكريم للشعر وخلاص ويتشطف بالبلسم وطبعا يفضل ان هو طبعا تكون شامبوهات طبيعيه 100% تمام لو انا برده بستخدم زيوت مفيده جدا للشعر واستخدمت شامبوهات فيها كيميكلز كتير هتبوظ لي يعني مهم كمان نوع الشامبو يستخدموه قورة مش انتوا هتنزلوا شامبوهات بالذات الاطفال صغيرين طبعا يعني نبعد تماما عن الشامبوهات اللي فيها كيميكلز للاطفال الصغيرين احنا عاده الكبار حتى بيقولوا لما نخف على شعرنا بنستخدم بتوع الاطفال تمام نعمل بقى الوصفه بسرعه بتاعت الشعر الابيض زيت دهن التعبان ومعاه زيت قد ايه منه قد ايه منه يا بصي هو احنا ممكن في طبق صغير كده في بوله نخلط اجيب لك طبق مفيش مشكله اوكي نخلط كميات متساوية ما بين دهن التعبان وزيت السمسم وزيت جميل القمح الثلاث زيوت دول معلش نقولهم تاني زيت دهن التعبان سمسم وزيت السمسم وزيت جنين القمح وزيت جنين القمح ورينا ازازه ازازه كده من الاول دهن التعبان احنا شفناه قول لي لينا بقى جنين القمح وده زيت السمسم ده زيت السمسم وري للكاميرا بعد اذنك وادي ده طبق واجيب لك معلقه حالا وده زيت جنين القمح نخلط التلاته مع بعض وبرده نستخدمهم بنفس الطريقه على شعر نضيف بكميات متساويه ممكن يعني معلقه متساويه كميات متساويه ده بيتحط بعد كده على الشعر بيتحط ماسك برده عظيمه يعني بحطه ماسك برده على الشعر ساعتين ثلاثه انا مستنيه اشم الريحه انا مستنياكي ساعتين لا بصي ريحتهم كلهم حلوه ريحتهم طبيعيه جدا زي ما هم احنا الزيوت عندنا بيور جدا مش متخففه نهائي زي باصلها فهي ريحتها زي ما هي زي ما هي الاصل زي ما هي يعني مش كل حاجه بصي مش كل حاجه نقول نشم ريحتها في حاجات بتبقى ريحتها نفاذه في حاجات طبيعيه وانا زي مع مثلا ان زيت الثوم ريحته حلوه مش دايما كل اللي ريحته حلوه مفيده بالعكس بالعكس انا شم لو شميت ريحه زيت الثوم ريحته نفاذه شويه ثوم هو ده دليل على ان هو اصلي يعني دي حقيقه فعلا صح هنحط معلقه من زيت جنين القمح كويس ومعلقه من زيت السمسم ومعلقه دهن التعبان زيت دهن التعبان تمام ده بيتعمل بيه ماسك مش راضي يفتح مش مشكله هاتي تحبي اساعدك هاتي اديني انا هفتحها لك خلاص تمام اوكي الوصفه دي بنستخدمها مرتين في الاسبوع للناس اللي عندها مشكله الشعر الابيض كتير جدا كويس في الجدور ولا كل الشعر بقى الجدور وكل الشعرايه تحديدا الثلاث زيوت انا اهم حاجه عندي الجدور ثلاث زيوت دول بالنسبه للشعر الابيض اللي عنده الابيض كتير بيطلع سواء بقى من صبغه كتير من ضعف في البصيلات او ضعف في الشعرايه او شعر واحد عظيم وهي مش تلاقي شعر الابيض يا جماعه جربوها ده منتجات اورا منتجات طبيعيه 100% ما فيهاش اي بس هنتكلم برده كلام علمي مش هتلاقي شعر ابيض هي لو سنها صغير لكن لو هي سنها كبير واساسا في مرحله الشعر الابيض هيقل جدا وهياخد وقت هياخد وقت هتبتدي تصبغ اقل شويه يعني لو انا مثلا بصبغ انا مثلا سني كبير فوق ال 45 سنه 50 سنه وابتدى يطلع لي شعر ابيض فهبتدي من بصبغ كل شهر مثلا تلاقيني بصبغ ازيد شويه شهر ونص ابتديت اصبغ كل شهرين بدات الفتره تطول شويه ابتدت الفتره تطول شويه حلو الكلام لان هو كل ده كل ما بنكبر في السن كل ما بتقل نسبه الفيتامين في جسمنا بتقل كتير فعشان كده لكن لو غذيت شعري كويس جدا هيبتدي يقل الشعر انا دايما اقول الشعر من بره مش بس كفايه لازم كمان يكون من جوه فعلا بره التغذيه وجوه. السليمه مهمه جدا ده حلو قوي ده حلو قوي هنعمل بصراحة. كمان وصفه سريعه كده للتطويل الشعر هو زيت دهن التعبان فظيع احنا في ناس قاعدين لك على الصفحه عندي مستنيين موضوع تطويل الشعر ده هنضيف برضو على زيت دهن التعبان زيت الجرجير وزيت الارجان بالنسبه لتطويل الشعر زيت دهن التعبان مع وزيت الجرجير مع زيت الجرجير تمام زيت أوكي. الجرجير من الحاجات من اكتر الزيوت الطبيعيه اللي بتزود نسبه طول الشعر طبعا مع زيت دهن التعبان زمان كنا بنضربه في الخلاط ومع الصبار ونعمله بالفرشه بتاعه الصبغه كده في الجدور علشان يعني وكان بيعمل فعلا بيبقى نتيجته حلوه جدا دي حقيقه بيعمل نتيجه حلوه جدا طيب هنقول تاني زيت دهن التعبان زيت دهن التعبان المعايير متساويه برضو الارجان وزيت الارجان من اورا عليهم وزيت الارجان وزيت الجرجير زيت ارجان اورا وزيت الجرجير اورا وزيت دهن التعبان اورا التلاتة بمقاييس متساوية دي الوصفة لتطويل الشعر عملنا الوصفة اللي قبل كده برضو من الزيوت بتاعة أورا اللي هي زيت دهن التعبان معلقة من زيت دهن التعبان معلقة من زيت جنين القمح أورا ومعلقة كمان من زيت السمسم من زيت دي كانت للشعر الشيب أو الشعر الأبيض لما يكون كتير نتيجة ضعف بقى في التغذية ضعف بقى من ناحية الصبغة بيقلل لكن مع الفترات تبدأ تطول الفترة وتحسوا إنه الشعر الأبيض قل شوية
وهتبتدي تلاقي نتائج مختلفة تماما، فرق شعر عن فرق شهر، من تلاقي شعرها مختلف تماما عن بعد شهر قبل ما تبدا الكورس بدهن تعبان. حلو ده. طيب اوكي، انا عايزه اقول ان الحاجات الطبيعيه بجد عظيمه، نتائجها فعلا مبهره. يعني انا بحبها جدا وأنا كمان. من زمان مؤمنه بيها جدا، وكنت كل ما بجرب حاجات طبيعيه وبشوف نتائجها حلوه قوي بزيد بيها ايمان ثقه اكتر. انا سعيده بيكي جدا والله العظيم بجد امنيه، انت نورتيني ونورتيني اكتر، وسعيده بتفكيرك. ميرسي يا عمي، يعني دي فكره رائعه. انت بالعكس انت مش بس يعني انت يعني امنتي بيها، انت خليتيني انا كمان ابقى سعيده بيها. انا نفسي الكل يجربها، ويا ريت كل مشاهدينا كمان يستمتعوا بيها بجد. ان شاء الله كلهم يجربوها، هتبقى مبسوطين جدا، هيلاقوا نتائج فظيعه. طب خلينا برضو نعرف الناس ازاي يحصلوا على المنتجات دي، للي عايز يسال وشاف حلقتنا النهارده علشان يتواصلوا مع اورا. ادخلوا على صفحتنا اورا ناتشرال سيكريت على صفحتنا على الفيسبوك، وابعتوا لنا، وفي ارقام تليفونات يكلموا صفحة أورا. اهي هتنزل معانا يا اولاد، اهي صفحة أورا على الفيسبوك. من فضلكم ادي الصفحة بتاعتهم، من فضلكم تتواصلوا من خلال الصفحة. اي اسئلة حابين تسألوها على منتجات أورا الطبيعية 100% يا ريت تسألوا أمنية. أستاذة أمنية طاهر خبيرة التجميل والشعر والعناية بالبشرة هترد عليكم في أي حاجة أنتوا حابين تسألوا عليها. اتفقنا إن قالت إن الأسعار كمان مناسبة جدا، فأنا يعني عندي كريوزيتي وفضول فظيع إن أنا أدخل أشوف الأخبار. تليفونات أورا أهي على الشاشة للي حابب يطلب من داخل مصر وكمان من خارج مصر، يعني مش بس على مستوى المحافظات. قريب ان شاء الله هيلاقوها في كل الاماكن، ان شاء الله في كل المحافظات قريبا هتكون في كل المحافظات. هيكون في مكان في كل المحافظات بيكون بيبيع منتجات اورا. منتجات اورا. احنا كده يعني مش قادره اقول لك انا سعيده ازاي يعني بالمنتج الفظيع ده، بجد اسعدتيني نورتيني النهارده بجد امنيه. انا سعيده بيكي جدا. تحياتي لكل من اشتغل على هذه الفكره الرائعه. حقيقه تعبنا الفتره اللي فاتت، وتستاهلوا بجد، ولكل مجتهد نصيب زي ما بيقولوا. ان شاء الله يا رب يعني كل الناس يوصلها المنتج ده ويجربوه، ونقول لكم على الاخبار. مشاهدينا الكرام النهارده يعني كانت معانا الضيفه الجميله اللي شرفتني نورتني النهارده في الاستوديو، استاذه امنيه طاهر خبيره التجميل والشعر والعنايه بالبشره. كان معانا منتج اورا او براند اورا، اللي اعتقد ان هو طفره، انا شايفاه ان هو حاجه من الحاجات الرائعه جدا في مصر. يا ريت نسال عليه، يا ريت تجربوه. انا شخصيا هجرب وهقول لكم رايي بصراحه. كانت معانا منتجاته كلها النهارده، في لسه ستال منتجات هتنزل ان شاء الله من خلال الفتره اللي جايه، شامبوهات للشعر، حاجات خاصه بالاطفال، منتجات اورا تصلح كمان للسيدات وللرجال. انا سعيده جدا، اتمنى يا رب الفقره تكون كانت خفيفه على قلوب حضراتكم واستمتعتوا بيها، وفي انتظار تعليقاتكم وارسال بقى رسائلكم الجميله، واشوف اخبار المنتج ايه. بشكرك جدا جدا طبعا جدا. انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. اشكرك وشكر خاص ليكم مشاهدينا الكرام، كانت معانا ضيفتنا الجميله النهارده نورتنا. عملنا شويه حاجات كده لكن الاساس موجود، وهنكمل مع بعض ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. من هنا الحلقه ثانيه ان شاء الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسعاده يا رب، وسلام عليكم.